بعد الخروج من سجنه ووصوله إلى منزله، توجه خالد نقع العازمي لمقابلة والدته والسلام عليها، ثم عاد للسلام على جموع المهنئين له من الأقارب والأصدقاء وأبناء القبيلة وغيرهم، حيث كانوا متواجدين بالمئات أمام المنزل في انتظار السلام على المفرج عنه. بداية الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. ما عليه. وأشكر سمو الأمير على توقيعه على العفو الخاص. وأشكر ولي عهد الأمير، وأشكر الشعب الكويتي بجميع أطيافه، وأشكر قبيلة العوازم بأمرائها حبيبي بن جامع وفلاح بن جامع، وعلى أبناء قبيلة العوازم كلها من صغيرها لكبيرها، وأشكر أمراء القبائل وجميع القبائل اللي شاركتنا في المحنة اللي احنا فيها، جزاهم الله خير وبيض الله وجيهكم من شرق الكويت إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وما قصرتم، ما في تقصير من جميع أطياف الشعب الكويتي من سنة وشيعة من بدو ومحضر، والحمد لله أثبت الشعب الكويتي أنه شعب متماسك في المحن، صخي كريم وفي لأمه وفي لأمته وفي لإسلاميته. يا جماعة الله يجزاكم خير ويجزا كل من ساعدنا، وبيض الله وجيهكم ولا قصرتم. واجلسوا يا جماعة، واجلسوا، نبي نسولف، اجلسوا اجلسوا، الله يجزاكم خير وعسى اعماركم طويله ولا قصرتم. اجلس، الله يرضى عليكم. والله عندي كلام، ونشكر اهل المتوفى على تنازلهم، عسى الله يغفر لها ان شاء الله ويرحمها. يا جماعه الله يجزاكم خير، خلونا نقعد، خلونا نسولف بس شوي بهدوء بهدوء، والامور طيبه ان شاء الله. والله الكلام، والله الكلام يعجز يعجز اني ارد اقول لكم اللي سويتوه اكثر من كلمات اللي عندي. بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم. فبعد 19 عاما قضاها خالد العازمي في السجن، صدر مرسوم عفو خاص به، حيث جمع له اكبر دية في الكويت بلغت 10 ملايين دينار. نشكر اولا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفقه الله لكل خير، حيث كانت له أيادي بيضاء في حل هذه القضية والانتهاء منها. نشكره ونسأل الله عز وجل أن يحفظه في سفره وأن يرجع إلى بلده سالما غانما، ودائما صاحب السمو يحرص على الألفة والاجتماع بين الشعب الكويتي، نسأل الله أن يجزيه عنا كل خير. ونشكر أيضا كل من تبرع وكل من دعم هذه القضية من أبناء القبيلة أو من بقية القبائل والعوائل الكويتية أو من خارج حدود دولة الكويت، نسأل الله جل في علا أن يعظم لهم الأجر والمثوبة. في بعض الأرقام ودي أني أعلنها ممكن ما حد صرح فيها، أبناء قبيلة العوازم تعدوا 9 مليون فقط من غير أبناء القبائل الثانية وأبناء الكويت. وقد تقدم الجميع بالشكر لكل من ساهم في الإفراج عن خالد نقا من خلال المساهمة في عملية جمع التبرعات لدفع الدية التي انطلقت في إبريل الماضي. خالد الفارس، الرأي.